بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة العصر وهي مكية، الصفحة 47 و500. ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك بعدما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم عمرو، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر، وإنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه. والوبر بويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه جميما. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرد ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حفص قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو العصر والمشهور الأول. فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر أي على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. آخر تفسير سورة العصر، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة: ويل لكل همزة لمزة، وهي مكية، الصفحة 48 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عاد مجدة. الهماج بالقول واللماج بالفعل، يعني يزدر الناس وينتقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: هماز مشاء بمن. قال ابن عباس:
همذة اللمزة طعام معياب. وقال ربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: الهمزة واللمزة لسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. وقال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. هكذا قال ابن زيد. وقال مالك عن زيد بن أسلم: همزة همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. وقوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، وقوله تعالى: وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله: جمع مالا وعدده، ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة. وقوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده، ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهو اسم صفة من أسماء النار، لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب. ثم يبكي. وقال محمد بن كعب: تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا علي بن سراج، حدثنا خلاد بن حرزاد، حدثنا شجاع بن أشرس، حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها عليهم مؤصدة، قال: مطبقة. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن أسد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله: ولم يرتع. وقوله تعالى: في عمد ممددة، قال عطية الأوفي: عمد من حديد. وقال السدي: من نار. قال شبيب بن بشر عن أكرمة عن ابن عباس: في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة. وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي عن ابن عباس: أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح: في عمد ممددة، يعني قيود الثقال. آخر تفسير سورة: ويل لكل همزة لمزة، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الفيل وهي مكية، الصفحة 48 و500. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ونحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آناتهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر، ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم،
ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم عليه خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا مناس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا، وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قليلا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا بيس أضيف على بان، فذهب واستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليه، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثير، فدخلوا اليمن فجاشوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر. استقل الحبشة بملك اليمن وعليهم نيابان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلف في أمرهما وتشالى وتقاتلى وتصافى، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إلي وأبرز إليه، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزا، وخلف كل واحد منهما قناه، فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتوده مولى أبرهة على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطعن بلاده ويدزن ناصيته، فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجواب فيه من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليه. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله، وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلى فأحدث فيها وكر راجعا. فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملك أبرهة وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذابه. فأقزم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأجدوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرا لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير البسة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 800 أفيال، وقيل 12 فيلا غيره فالله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقى الخائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب من مسيره أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجلة دون البيت ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجلا من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر استصحبه معه، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خصعم اعترض له نفيل بن حبيب الخصعمي في قومه شهران وناهس، فقاتلوه فهزمهم أبرهة
وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله، ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيفا وصنعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة، وكان يقال له الأسود بن مقصود. فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق، وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشراف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. وجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمان: قل له ما حاجتك. فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 100 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمان: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان لينتمع مني. قال: أنت وذاك. وقال إنه دار مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله. ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتخصم في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم، إن المرأة يمنع رحله فمنع الحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرج إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند الباب 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله، وكان اسمه محمودا، وعبأ جيشه. فلما وجه الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعدت الجبل، وضرب الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرازين وأدخلوا محاجم لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا يصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتغون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. قال ابن إسحاق: وقال نفيل في ذلك أيضا: ألا حزيت عنايا وجينا
نعمنا كم منع الإصباح عنا ودينة لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصر ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسى على ما فات بينا حمدت الله إذا بصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا فكل القوم تسأل عن نفيل كأن علي للحبشين بينا. وذكر الياقدي بإسناده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها فإذا ودهوه إلى الحرم ربض وصاح وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم ابن عدي وعمر بن عائد بن عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل أي قطعا قطعا صفرا دون الحمام وأرجلها حمرا ومع كل طائر ثلاثة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا وقال محمد بن إسحاق جاءوا بفيلين فأما محمود فربض وأما الآخر فشجع فحصد وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة وكان فيها فيل فشجع فحصد فهربت بقية الفيلة وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم وقال ابن إسحاق فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤية الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعسر ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام الأبابير الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة. قال وأما السجين فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفه انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عامر عن زر عن عبد الله وأبو سلمة ابن عبد الرحمن طيرا أبابيل قال الفرق. وقال ابن عباس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتاده الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد الأبابيل المختلفة تأتي من ها هنا ومن ها هنا أتتهم من كل مكان. وقال الكساري سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل الدين. وقال ابن جرير حدثني عبد الأعلى حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل
هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن عود عن ابن سيرين عن ابن عباس وأرسل عليهم طيرا أبابيل قال لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن أكرمة في قوله تعالى طيرا أبابيل قال كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير طيرا أبابيل قال هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة وهذه أساليب صحيحة. وقال سعيد بن جبير كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب ورواه عنهم ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأولكوا جميعا. وقال السدي عن إكرمة عن ابن عباس حجارة من سجيل قال طين في حجارة سنك وكل. وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول قال سعيد بن جبير يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد ورق الحنطة. وعنه أيضا العصف التين والمأكول القصير يجذب للدواب. وكذلك قال الحسن البصري عن ابن عباس العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد العصف ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار دليلا. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة فإنهم صدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بها بما جرى لهم ثم مات. فملك بعده ابنه يكسوم ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على الحبشة فأنفد معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك. وجاءته وفود العرب بالتهنئة. وقد قال محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. ورواه الواقدي عن عائشة مثله. ورواه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت كان مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح المشركون ذبائحهم. قلت كان اسم قائد الفيل أنيسا. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل. ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن وإنما بعث على الجيش رجل يقال له شمر بن مقصود وكان الجيش 20,000. وذكر أن الطير طرقتهم ليلة فأصبحوا صرعا وهذا السياق غريب جدا. وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قادم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة
أن أبرهة بعث الأسود بن مقصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مقصود كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في تفسير سورة الفيل من المجلد الرابع، ونتابع من الصفحة 52 و500. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرى: تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حلمها، لم تخلق الشعر على يالي حرمت، إذ لا عزيز من الأمان يرومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى، فلسوف ينبي الجاهلون عليمها، 60,000 لم يؤوبوا أرضهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد ودرهم قبلهم، والله من فوق العباد يقيمها. وقال أبو قيس ابن الأسلف الأنصاري الندوي: ومن صلبه يوم فيل الحبوش، إذ كل ما بعثوه رزم، محاجنهم تحت أقرابه، وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا سوطه مغولا، إذا يمموه قفاه كلم، تولى وأدبر أدراجه، وقد باء بالظلم من كان فم، فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم، يحض على الصبر أحبارهم، وقد فأدوا كفأواج الغنم. وقال أبو الصلت ابن ربيعة الثقفي، ويروى لأمية بن أبي الصلت ابن ربيعة: إن آيات ربنا باقيات، ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالنغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقه الجيران كما قطع من ظهر كذكب محذور، حوله من ملوك كندة أبطال ملاويث في الحروب صقور، خلفوه ثم بذعروا جميعا، كلهم عظم ساقه مكسور، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بور. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش، بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه
قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. آخر تفسير سورة الفيل. ولله الحمد والمنة. تفسير سورة بإيلاف قريش وهي مكية، الصفحة 53. ذكر حديث غريب في فضلها. قال البيهقي في كتاب الخلافيات: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، حدثنا أحمد بن عبد الله الزينبي، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل، حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال، إني منهم، وإن النبوة فيهم، والحجابة والسقاية فيهم، وإن الله نصرهم على الفيل، وإنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من سوفي إليهم وسار معهم آمن بهم. وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعدد، كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله تعالى:
الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبد من دونه صنما ولا ندا ولا وثناء. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لكم قريش لإلاف قريش. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عبد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ويحكم يا معشر قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. هكذا رأيته عن أسامة بن زيد، وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله أعلم. آخر تفسير سورة لإيلاف قريش، ولله الحمد والمنة. تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون وهي مكية، الصفحة 54 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. ثم قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال: للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، وأما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن خشوع فيها والتدبر لمعانيها، فاللفظ يشمل ذلك كله. ولكن
من اتصف بشيء من ذلك فله قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراها، ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءة الناس لابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصل بالكلية. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى هاهنا: الذين هم يراءون. فقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد ربه البغدادي، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في جهنم لواديا تستعيد جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، وعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد لحامل كتاب الله وللمصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء. عزيز المستمع، جاء لفظ الحديث السابق كما قرأناه ولعل فيه شيء. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره. ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فأطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء. والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى المصري في مسنده: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا مخلد بن يزيد، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديث للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وسعيد بن بشير متوسط، وروايته عن الأعمش عزيزة، وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى أيضا: حدثنا محمد بن المثنى بن موسى، حدثنا أبو داود، حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يسره فإذا طلع اطلع عليه أعجبه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر السب وأجر العلانية. وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى
وابن ماجة عن دندار كلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه ضرار بن مرة. ثم قال الترمذي غريب، وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالح مرسلا. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي حدثني رجل عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون الله أكبر هذا خير لكم من لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرجو خير صلاته وإن تركها لم يخف ربه. فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه المبهم لم يسمى والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثني زكريا ابن أبان المصري حدثنا عمرو بن طارق حدثنا إكرمة بن إبراهيم حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. قلت وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن أكرمة بن إبراهيم به. ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا سهوا عنها حتى ضاع الوقت. فهذا أصح إسناده وقد ضاعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. وقوله تعالى ويمنعون الماعون أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء منع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال على الماعون الزكاة. وكذا رواه السبي عن أبي صالح عن علي وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر. وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وأكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. قال الحسن البصري إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله وفي لفظ صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة عن الحكم عن يحيى بن الخراز أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون فقال وما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقد. وقال المسعودي عن سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاطاه الناس. أنه سئل ابن مسعود عن الماعون فقال هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدم وأشباه ذلك. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأخوص عن أبي إسحاق عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهم. وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبو عيانة عن عاصم بن دهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدم وأشباه ذلك. وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه. ولد النسائي عن عبد الله قال كل معروف صدقة. وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال الناعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون يعني متاع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد إنها العارية للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجئ أهلها بعده. وقال العوفي عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال يمنعون الزكاة، ومنهم من قال يمنعون الطاعة، ومنهم من قال يمنعون العارية. رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو. وقال عكرمة رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة. رواه ابن أبي حاتم. وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب ويمنعون الماعون قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث كل معروف صدقة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري ويمنعون الماعون قال بلسان قريش المال. ورواها هنا حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه، فقال حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي حدثنا دلهم بن دهي العجلي حدثنا عائد بن ربيعة النميري حدثنا قرة بن ضعموس النميري أنهم وصدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال لا تمنع الماعون. قالوا يا رسول الله وما الماعون؟ قال في الحجر وفي الحديدة وفي الماء. قالوا فأي الحديدة؟ قال قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به. قالوا ما الحجر؟ قال قدوركم الحجارة. غريب جدا ورفعه منكر وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم. وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة علي بن ميري فقال روى ابن مانع بسنده إلى عمرو بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون. قلت يا رسول الله ما الماعون؟ قال الحجر والحديد وأشباه ذلك فالله أعلم. آخر تفسير السورة ولله الحمد والمنة. انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.